السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم غتكون يعني واحد الوجبة ديال الغداء ولا العشاء اللي خفيفة سهلة، ما كتاخدناش واحد الوقت كبير في الكوزينة، واهم حاجة انها لذيذة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج لواحد الكمية ديال صدر ديال الدجاج او صدر ديال لادنت، يعني اللي متوفر عندكم. بالنسبة للعطرية اللي غادي نضيفه معاه، غنزيد معاه واحد نص حامضة معصرة، دانون مسوس، ثومة، غادي نحتاج كذلك لواحد المعلقة ديال الموطار، والعطرية اللي غادي نحتاج فيها الملح، سكينجبير، شاونية، الخرقوم البلدي، زريعة القزبر، الكمون، وشوية ديال البزار. واللي كيبغي الحار يقدر يضيف الحار حتى هو. دابا غادي نضيف العطرية للصدر ديال الدجاج، غادي نزيد عليها جوج دروس ديال الثومة، واللي عنده الثومة بودرة حتى هي مزيانة. غادي نضيف نص حامضة معصرة، وغادي نضيف دانون مسوس. انا غادي نضيف غير نص الكميه ديالو، ما نضيفوش كله حيت ما عنديش واحد الكميه كبيره ديال صدر الدجاج. بالنسبه للموطار كما قلت لكم غادي نضيف علقه صغيره. صافي، دابا غادي نخلط مزيان هاد لا ماريناد ولا هاد الشرموله مع صدر ديال الدجاج. من بعد ما شرملته، دابا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه في هاد الشرميله هادي واحد المده ديال ساعه باش يشرب. كيجي مزيان، كل ما شرملنا الدجاج قبل كل ما كيجي لذيذ. الدجاج ولا صدر ديال ولا بيبي، اي حاجه، لا داند، اي حاجه عندكم. المهم دابا غطيته، غادي نخليه واحد المده ديال ساعه وندوز للتحضيرات الاخرى. دابا غادي ناخذ جوج حبات ديال المطيشه، نقيت بعدا بديت كنقيهم، وغادي نقطعهم لدوائر على هذا الشكل هكا. نفس الشيء غنديرو حتى الحبه الثانيه، غادي نقيها حيت هذاك الراس فوقاني، وغادي نقطعهم دوائر ونعاود نطلق. من بعد ما قطعت المطيشه، دابا غادي ناخذ بطاطا حتى هي، غادي نقطعها حتى هي دوائر. من الاحسن ما تكونش غليظه بزاف باش ما تاخذناش واحد الوقت كبير في الطياب، تقريبا هذا السمك هذا، حيت كما كتعرفوا الدجاج دغيا كيطيب. داكشي باش غادي نديروا بطاطا هكا رقيقه، ولا بغيتو تزيدوا شي نوع اخر ديال الخضر تقدروا تزيدوا. المهم ان يعني ناكلوا الخضره اللي حنا لوليداتنا. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كاع البطاطا اللي عندي، وراه كتبقى يعني على حساب افراد الاسره. بالنسبه لنا حنا ثلاثه ديال الناس، يعني جوج حبات ديال البطاطا يعني راها كافيه. خديت هنا مقله، غادي نوضع فيها زيت الزيتون، نخليها شويه تسخن. غادي نوضع دابا شرائح ديال مطيشه، غادي نقص البوطة عليها، دابا غادي نوضع شرائح ديال البطاطا، نحاول نستفهم، من بعد ما استفت بطاطا كاملة، دابا غادي نوضع شرائح ديال الدجاج اللي كنت مرقدة في العطرية. غادي نوضعها هكا فوق البطاطا،
غادي نحاول نوزعها باش تجي كلها فوق بطاطا. صافي دابا غادي نبقى لي واحد شويه ديال المطيشه، غادي نوضعها فوق منها. غادي نرش عليها القليل ديال المعدنوس، صافي. ودابا غادي نغطيها ونخليها طيب، ما غادي نضيف لها لا ما لا حتى شي حاجه. هذيك الخضره غادي تطلق الماء ديالها هو وداك الدجاج، غادي نخليها لمده ما بين 20 حتى 25 دقيقه كافيه انها طيب ونعاود نطلقها. من بعد ما طابت فات عليه، هذه هي العشيوه ديالنا. الصراحه كتجي زوينه ولذيذه بزاف يعني، وسهله، ما كتاخذش منا وقت طويل، طابت في مده ديال 20 دقيقه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر الا عجبتكم. كنتمنى بحال الاقتراحات يعجبوكم، حيت ساهلين خفاف. بعض المرات حنا كنعكزو يعني نوقفو وقت طويل في الكوزينه، فبحال هاد الوصفات كيسهلوا علينا يعني المأمورية. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم والفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك ولي كومونتير، وبالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.